أهلا بكم. تسبب قرار البنك المركزي في العراق بخفض سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار الأمريكي بموجة عارمة من الغضب الشعبي، إذ دشن المغردون والمدونون العراقيون هاشتاغ مصارف الحرامية لإظهار هذا الغضب الشعبي على الطبقة السياسية الفاسدة كلها، وحملوها مسؤولية هذا الانهيار الاقتصادي والمالي في العراق. كما حذر الخبراء الاقتصاديون من أن قرار خفض قيمة الدينار ستكون لها انعكاسات سلبية على المجتمع وعلى الاقتصاد، لا سيما الفئات الاجتماعية المسحوقة اقتصاديا. أما وزير المالية الحالي علي علاوي فقد أكد أن سعر الصرف السابق أضر بالاقتصاد العراقي، لأن سعر الدينار المرتفع أمام الدولار ساهم في تدفق السلع من دول الجوار، ما أثر سلبا على المنتج المحلي الوطني. قرار خفض سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار وتبعاته الاقتصادية والاجتماعية هو ما سنبحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار، والتي سنطرح فيها الأسئلة التالية: هل خفض سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار سيعوض تراجع الإيرادات المالية من جراء تدهور أسعار النفط؟ وهل كان لدى الحكومة خيارات أخرى أخف وطأة على المجتمع من خطوة خفض قيمة الدينار؟ وما التبعات الاقتصادية والاجتماعية لقرار خفض قيمة الدينار أمام الدولار الأمريكي؟ ولماذا يذهب البعض إلى أن كل السياسات الاقتصادية لحكومات ما بعد العام 2003 كان هدفها إفقار الشعب العراقي؟ وماذا لو فشلت خطوة خفض سعر الدينار أو قيمة الدينار العراقي في إيقاف عجلة الانهيار الاقتصادي والمالي؟ ضيوف الطاولة: رافع الفلاحي، عبد الحميد العاني، هداب فالح الكبيسي. يحفل التاريخ بحكايات عن حكومات ظالمة كلما خنقتها أزمة اقتصادية استدارت إلى الشعب لتهلكه بالضرائب ورفع الأسعار ومطاردته في لقمة عيشه. تتجسد هذه الحكايات الآن في واقع مرير يشهده العراق في خضم الأزمة المالية الخانقة. تبعت حكومة الكاظم كافة أساليب الاحتيال للتخلص من هذه الأزمة بعد أن أدركت صعوبة إيجاد حل جذري لها مبنيا على إصلاحات حقيقية في ظل تغول مافيات الفساد وتجذرها في البنية السياسية. وبدلا من إيجاد مخرج من الأزمة المالية، قامت الحكومة بإدخال الشعب كله في نفق هذه الأزمة عبر التلاعب بسعر صرف الدينار، حيث تدنى إلى مستوى هبوط جديد سيترك آثارا سلبية مستقبلا. انخفاض قيمة الدينار أمام الدولار يعني تمكن الحكومة من سد جزء من العجز في رواتب الموظفين، إذ أن صرف الرواتب بالدينار يستلزم كمية أقل من العملة الأجنبية. لكن هذا التحايل سينتج عنه ارتفاع في أسعار السلع المستوردة، والعراق حاليا يستورد كل شيء حتى الخضار والصناعات الغذائية بعد أن دمرت قواعده الإنتاجية بفعل الغزو والسياسات الفاشلة للحكومات المتعاقبة. خفض سعر صرف الدينار يدل على أن الحكومة استنفذت جميع الحلول لتجاوز العجز المالي، حيث طلبت مبالغ كبرى للاقتراض في فترة سابقة، ومع ذلك ظل العجز المالي يتربع على خزينة الدولة. السياسات الفاشلة مع استمرار نهب خزينة الدولة تنذر العراقيين بأيام أشد سواداً في الفترة المقبلة، ولا خيار له غير الإصرار على مواصلة ثورة التغيير الشاملة حتى يخرج من هذا النفق المظلم. نرحب مرة أخرى بضيفتنا من العاصمة الأردنية عمان، الدكتورة هداب الكبيسي. دكتورة مرحباً بيك. أهلاً بك أستاذ ماجد. أهلاً وسهلاً. دكتورة، الحكومة لجأت إلى خطوة خفض قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار، وهناك طبعا تحدثت عن فرض ضرائب يعني في طريقها على السلع والخدمات، وربما أيضا يعني ضرائب حتى على ضريبة الدخل إن لم تكن قد فرضت. هل تعتقدين أن هذه الإجراءات إجراءات اقتصادية علمية جدية حقيقية على غرار ما فعلت بلدان أخرى عندما واجهت أزمة اقتصادية كالتي يواجهها العراق الآن؟
نعم شكرا لك أستاذ ماجد، مساء الخير عليك وعلى ضيوفك الكرام. أهلا وسهلا. في الحقيقة يعني نبدأ من هنا أن من المعلوم أن الدولة تكافح من أجل تغطية نفقاتها، وبالتالي اعتقدت أنها ستتخذ مثل هذه السياسة وهي تخفيض العملة مقابل الدولار بأنها ستنجو وبالتالي ستتخلص من العجز في ميزان مدفوعاتها. في حقيقة الأمر تم أشير من قبل المسؤولين بأن هذه هي خطوة إصلاحية وخطوة استباقية، ولكن في حقيقة الأمر علميا واقتصاديا كما ذكرت حضرتك في سؤالك هي تعتبر ضربة استباقية للاقتصاد العراقي وليس خطوة استباقية للإصلاح. وبالتالي حتى نستطيع أن نفهم لماذا يعني أو كيف سيحدث ذلك وما هي الأمور التي نحن بصددها، يعني كان الأفضل والأجدر بالحكومة أن تتخذ قرارا في تخفيض الإنفاق، لأن الإنفاق في عام 2020 يعني نهاية هذه السنة يعني بلغ حوالي 103 مليار دولار حسب ما أشير من قبل المصادر الدولية، بالمقابل أننا حصلنا على إيرادات مالية وهي بالتأكيد نفطية لا تزيد عن 77 مليار دولار. هنا هذا الفرق هو هذا الذي أحدث هذه المشكلة وأحدث هذا العجز الكبير. اعتقدت الدولة أن تخفيض العملة سوف يعدل من ميزان مدفوعاتها وستتخلص من العجز. في حقيقة الأمر كل هذا كان يجب أن تفكر اقتصاديا وعلميا الدولة بأنها ترجع وتعود على الرواتب والأجور والمعاشات الكبيرة للرئاسات الثلاث، للمتخصصين وذوي الدرجات الخاصة إلى آخره، لأن هؤلاء بمجموع الرواتب والتقاعد لموظفي القطاع العام في 2020 بلغت 122% من عائدات النفط العراقي. يعني كم من أجانا من العائدات النفط أكيد يعني لن تكون كافية، وبالتالي لما لم تكن كافية أحدثت هذه العجز. توقعوا أن تخفيض العملة سوف يحدث يعني تحولا أو تغييرا. في حقيقة الأمر اقتصاد مثل اقتصاد العراقي اقتصاد هش، وبالتالي يعني لا يمتلك كل مقومات معنى الاقتصاد، لا يمكن لك أن تتخذ مثل هذه الخطوة وهي تخفيض العملة، وأشرنا إلى ذلك كثيرا لأن الدولة كان عليها أن تفكر بما موجود لديها. نحن كدولة لا يوجد لدينا غير الصادرات النفطية، وبالتالي لا يوجد لدينا في هيكل الصادرات نوعيات أخرى من السلع الإنتاجية حتى نستطيع. دكتورة شكرا. طبعا نتحدث عن هذه النقطة ذكرها وزير المالية، قال أنه يعني هذا السعر المبالغ به للدينار أمام الدولار جعل سلع دول الجوار تتدفق إلى العراق وأنهى فرص المنتج المحلي العراقي في التصدير. نتحدث أين هو هذا المنتج المحلي؟ أشرت إلى أنه الإجراء الصحيح لمعالجة الأزمة الاقتصادية والمالية في العراق ليس بالتوجه لخفض قيمة الدينار وإنما لتقليل الإنفاق. ممكن تذكرين الدولة أين تنفق، أين وجوه هذه الإنفاق غير أن تعطي رواتب؟ هل ثمة إنفاق في العراق على خدمات، على استثمار، على مجالات أخرى؟ لا، في حقيقة الأمر هو إنفاق استهلاكي حكومي خاص، وبالتالي هذا الإنفاق الحكومي الاستهلاكي الخاص يعني لا ينفع ولا يدر شيء بالمقابل، بمعنى أن هذا الإنفاق هو يعني نضعه بين قوسين هو إنفاق تبذيري يتم على أساس ما هو موجود في داخل الوزارات في الصرفيات الخاصة، وبالتالي كل هذا يؤدي إلى زيادة الإنفاق العام بالإضافة إلى وجود يعني أعداد كبيرة من الفضائيين وأعداد من الأشخاص الذين يعملون في الدولة وليس لهم مسمى. كل هؤلاء هم أدوا إلى زيادة في الإنفاق. في حقيقة الأمر كان على الحكومة أن تتوجه أولا للتخلص من هذه الفكرة التي لطالما هي أشارت إلها بين الحين والآخر، يوجد هنالك وهميون، يوجد هنالك فضائيون، ولكنها لم تتخذ قرارا بذلك. يعني كل اعتقادها وجل اهتمامها هو تخفيض قيمة العملة. إذا تخفض قيمة العملة بماذا ستستفاد؟ ما هو هيكل صادراتك التي تريد أن تنافس بها السلع الموجودة في الخارج؟ لا يوجد لديك سوق دولية، أنت غير فقط
فقط النفط، والنفط محدد سعره يعني من قبل سواء احنا في منظمة دول أوبك او سواء السعر العالمي هو محدد، وبالتالي محدد الانتاج، فانك لن تستطيع كدولة ان تستطيع ان تتحرك على هذا الموضوع. لابد لك ان يكون خاطرة صادرات، ونحن لا نملكها هذا النوع من الأنواع، وبالتالي تستطيع أن تتخذ هذه الخطوة. ما تم الإشارة إليها أن هناك كثير من الدول اتخذت هذا القرار، ولكن هذه الدول كانت تمتلك سلع، حتى الدول الصغيرة التي اتخذت مثل هذا القرار كانت تمتلك بعض السلع المنوعة وبعض المنتجات التي تعمل على إنتاجها، وبالتالي تعمل على مبادلتها في الأسواق الدولية. نحن في حالة العراق، وبالتالي ما وصلنا إليه إلى يومنا هذا لا نمتلك شيء، وبالتالي سوف لن يجدي نفعا مثل اتخاذ مثل هذا القرار. هذا كان الخطأ الكبير الذي اتخذته الدولة، وبالتالي هي ليست خطوة إصلاحية، وكما ذكرت هي ضربة استباقية للاقتصاد العراقي، وبالتالي سيؤدي هذا كله إلى تهاوي أكثر مما هو عليه الآن. نعم طبعا. وهناك نتحدث ايضا عن تقريرين لوكاله بلومبرغ وصندوق النقد الدولي من ان عمليه خفض القيمه سيستمر سواء بقرار حكومي رسمي او وفق معطيات او حركه السوق من العرض والطلب. اشكر الدكتور. دكتور رافع الفلاحي، الحكومه لجأت الى هذه الخطوه على قاعده اخر الدواء الكي. الفورين بوليسي مجله امريكيه تتحدث ان العراق ماض نحو الانهيار المالي، وبالتالي هذا الانهيار أيضا سيقود إلى انهيار النظام السياسي والفوضى العارمة. والكاظمي أيضا تحدث بنفس المعنى، حذر من انهيار النظام السياسي وفوضى عارمة إذا لم تجري إصلاحات حقيقية سريعة. لذلك الحكومة مضطرة إلى هذه الخطوة. يعني هناك من يقول يجب أن الحكومة أن تدعم، وعلى المجتمع أن يتفهم هذه الخطوة وإن كانت مؤذية ومرة. أستاذ ماجد، أولا أحييك وأحيي ضيوفك الكرام. أهلا دكتور. بداية لابد من القول أنه هذه الخطوة لم تكن مفاجئة الحقيقة، ومن يعتقد أنه هذه الخطوة خطوة تخفيض العملة الوطنية دينار العراقي مقابل الدولار هي يعني خطوة مفاجئة يعني واهم الحقيقة. قبل 7 أشهر ربما يمكن في مايس الماضي طرحت الحكومة ما سمي بالورقة البيضاء، وهذه الورقة البيضاء الإصلاح الاقتصادي، نعم 96 صفحة كانت، يمكن 50 صفحة منها تتحدث عن المشكلة الاقتصادية في العراق، شرح إنشائي عن مشكلة اقتصادية الكل يعرفها. لكن في ثنايا هذا الحديث كان أيضا إشارة إلى أنه هذه المشكلة لها جذور، وجذورها في السبعينات، لأن العراق من السبعينات اعتمد على النفط وحول الدولة إلى رعية، وهذه كذبة كبيرة الحقيقة. يعني هذا ليس له علاقة بنظام سابق ونظام جمهوري ونظام ملكي، هذه كذبة كبيرة الحقيقة. يريدون أن يرموا بمشاكلهم على أنظمة سابقة، ولا يقولوا أن 17 سنة التي مضت هي كارثة بحق يعني العراقيين وبمقاييس كل الدول العالم. هذه واحدة. الورقة البيضاء كانت استجابة أو ترجمة حرفية لاشتراطات وقيود صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. الصندوق النقد الدولي والبنك الدولي العراق ذهب لهم حتى يستدين، حتى يقترض منهم. هذه المؤسسات معروفة عندما تقرض الدول تضع عليها اشتراطات وقيود، وهذه القيود تنال بالدرجة الأولى يعني من الحاجات الأساسية للمواطنين من الشعوب، اللي هي التعليم، الصحة، الأسواق، المشتقات النفطية، هكذا. فبالتالي اشترطت عليهم 5 ركائز أساسية. عندما تقرأ الورقة البيضاء ستجد أن الترجمة الفعلية والحرفية لما حصل الآن موجود في هذه الورقة. هذه الورقة ركائزها الأساسية 5 هي التالي: تخفيض معدل مجموع الأجور إلى النصف، أجور الموظفين والعاملين، الرواتب والأجور وهذه المخصصات يخفضوها إلى النصف. هذه واحد. الثانية وقف الدعم للسلع التي تتعلق بحياة المواطنين، يعني الطحين، المشتقات النفطية، الكهرباء يغلوها، الطحين يغلى، كل السلع تغلى. الثالثة خفض قيمة العملة، وهي اللي حصلت الآن، خفض قيمة العملة. الرابعة زيادة الضرائب، والخامسة الاقتراض. فخمس نقاط الآن عندما نأتي للتدقيق سنجد أنه بدأوا
يدققون بها. المضحك في هذه القضية أن اللعبة هذه عندما طرحوا الورقة البيضاء، والآن عندما طرحوا تخفيض العملة بهذا الشكل، الكتل السياسية قسم يرفض وقسم يناقش، وهي لعبة. الكاظم لا يستطيع أن يتخذ قرار بدون مشاورة هؤلاء، بدون موافقة هؤلاء. الكل موافقين، والكل وافقوا على ما اتخذوا، يعني متفقين على هذا الإجراء، لكن هم يريدون أن يلعبوا على الشعب. البعض من الناس يعني اللي وعي قليل سياسيا ينسى أن هؤلاء، أن الكاظمي جزء من هذه المنظومة، يعتقد أن هؤلاء يعني رافضين لهذه الخطوة، ربما ستعدل هذه الخطوة. لا، حقيقة كل القضية تتعلق بشيء واحد، وقال الكاظمي بشكل واضح وحضرتك الآن أشرت إليه، قال إن لم نفعل ذلك فإن النظام السياسي سينحل. إذن هم يعصمون أنفسهم الانهيار والذهاب إلى مزاد المعاكس، هي حقيقة الوضع. فبالتالي تخفيض هذه العملة، دكتور حتى احنا نعم. نستفيد من يعني من كلام جنابك الكريم، اكو مشكلة بالصوت، والحقيقة ايضا يصلني غير واضح الصوت، يعني حتى يضبط هذا الصوت حتى تكون الفائدة يعني اكثر. نتوجه الى ضيفنا ايضا دكتور عبد الحميد العاني، الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين في العراق. دكتور، هناك الحقيقة من يتحامل على كل الحكومات بعد عام 2003 ويتهمها بأن كل إجراءاتها اقتصادية سياسية خدمية وما إلى ذلك، وإن جاءت بغطاء خدمات أو إصلاحات أو إجراءات، الحقيقة هي ذات محتوى واحد، وهو عملية إفقار الشعب العراقي، حتى وصلنا إلى نقطة أن موظفي القطاع العام الدولة غير قادرة على تسديد رواتبهم. يعني الآن كما يقال قبل فترة، السكينة وصلت إلى العظم، الآن هناك جرد لهذا العظم. فعلا هذا الاتهام دقيق أم أنه متحامل والواقع صعب أمام الحكومة، والحقيقة ليس أمامها خيارات أخرى لتمضي باتجاه إصلاح اقتصادي ومالي في البلد؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولجميع المشاهدين وللأساتذة الضيوف الكرام. ليس تحاملا، بل الأرقام والوقائع هي التي تصدق هذا الأمر. فمنذ 2003 إلى الآن نحن نرى أن هذه الطبقة، طبقة الأحزاب السياسية التي تسلطت بفضل هذه العملية السياسية والتي جاء بها الاحتلال، أغنت وأثرت على حساب أبناء الشعب العراقي. الأرقام التي تتحدث عنها حتى هي الأجهزة الحكومية تتحدث عن انحدار مستوى الفقر، يعني ازدياد أعداد أو مستوى الفقر لأبناء الشعب العراقي، والواقع أيضا يدلل على ذلك. وما خرج أبناء الشعب العراقي منذ أكثر من عام في ساحات التظاهر إلا من أجل هذا الواقع المتردي، فهو إذن ليس تحاملا وليس افتراء. في المقابل نحن نرى أن حسابات البنوك لهؤلاء الفاسدين، طبقة السياسية، سواء الذي لا يزال موجود أو الذين هرب خارج العراق بما هرب، نحن نرى والمجتمع الدولي كله يرى أن أرقام حساباتهم هي في تصاعد وفي إثراء كبير جدا. ونحن اليوم هنا حينما نتحدث عن هذه القضية، قضية خفض سعر الدينار العراقي، نحن نتحدث عن حلقة من ضمن حلقات كثيرة، حلقة ترقيعية، حلول ترقيعية يراد منها عدة أمور. الأمر الأول خداع الشعب العراقي بأنه هنالك ما يسمى بإصلاح، وهذا حقيقة كذب، بل هو ليس إصلاح، وإنما كما ذكرت الأستاذ هدى والدكتور قبل قليل الدكتور رافع، هذا كله على حساب أبناء الشعب العراقي. حقيقة هذه الحلقة الترقيعية، الحل الترقيعي، مثل بقية الحلول الترقيعية السابقة كلها، هي في تصب في صالح عملية واحدة، وهي المحافظة على هذه العملية السياسية، وهذا ما صرحوا به هم، لضمان بقائهم واستمرارهم في هذه المناصب، لاستمرار عملية فسادهم ونهبهم لأموال العراقي على حساب أبناء الشعب العراقي. الحلول كثيرة جدا، كحلول اقتصادية، الاقتصاديون ذاتهم يتحدثون عن بدائل لمثل هذا الأمر. ونحن ربما حينما نتحدث عن هذا البديل أو هذا البديل، هو لا يخفى على هؤلاء، ولكن هم كما ذكرت في البداية أو قبل قليل، هم يريدون
فرصة أكبر لضمان استمرارية نهبهم للمال العام وفسادهم. وإلا من ضمن النقاط التي ذكرتها الأستاذة هداب في كلامها أنه على الأقل اللي هي خفض النفقات، والمقصود هي قصدت بالنفقات، يعني على الأقل لو أغلقوا ملف الفساد نفقات فسادهم هم لكان ذلك فيه توفير كبير لحاجيات الشعب العراقي، لخدمات الشعب العراقي التي هي أصلا مقطوعة، يعني الكهرباء، خدمات الكهرباء، أين النفقات على الكهرباء، النفقات على الصحة، النفقات على التعليم، النفقات الأساسية للشعب العراقي، حقوق الشعب العراقي محرومة. ولكن هذا الحل الترقيعي مثل بقية الحلول الترقيعية هي فقط لضمان استمرارية امتصاصهم وانتهاب نهبهم لأموال الشعب العراقي. نعم دكتورة هداب، يعني معروف أن الدول تلجأ إلى خفض قيمة عملاتها المحلية بشكل أساسي لإعادة التوازن إلى موازينها التجارية عندما يكون هناك يعني عجز ويعني كبير، أو على الأقل للتخفيف من حجم هذا العجز. هل تعتقدين أن هذه الخطوة، خطوة خفض قيمة الدينار، ستقدم معالجة جدية وحقيقية لهذا العجز، أو على الأقل تخفف منه؟ طبعا وهذا ذكر أيضا قضية وزير المالية، قال لدينا عجز كبير في الميزان التجاري، لذلك هذه الخطوة لابد منها. هذه الخطوة، خطوة خفض الدينار، ستخفف من وطأة هذا العجز فعلا؟ نعم، يعني بالشكل التالي، احنا نعرف الاقتصاد العالمي كله يعاني من حالة ركود، وبالتالي يعني عملية تخفيض العملة انت كدولة الان لا تستطيع ان تعمل شيء من خلال هذا التخفيض بان تستطيع ان تحقق قدرة تنافسية في الاسواق، هذا من جهة. من جهة اخرى، اذا كان في ان تخفيض قيمة العملة للتخلص من العجز، بالتأكيد هذا الشيء أيضا سوف يعني لن يكون واردا، لأن بالشكل التالي يعني وكالة بلومبرغ أشارت إلى أن سيكون عجز للعراق في عام 2021 قد يصل إلى 84 مليار دولار، هذا العجز في ميزان المدفوعات العراقي. وبالتالي يعني أو بالمقابل يعني حتى يمكن هنا سنقف، لأننا سنتساءل من يعرف بالاقتصاد العراقي أكثر من الآخر، لأن السيد الكاظمي أشار على أن العجز في 2021 سيكون 40 مليار دولار، بين هذين الرقمين 84 مليار دولار لبلومبرغ و40 مليار دولار للسيد الكاظمي هنالك اختلاف أكثر من الضعف، وبالتالي إذا هنالك خطأ، ودائما لدينا هذه الأخطاء في تحديد المعطيات الرقمية. بالشكل العام أن تخفيض هذه العملة، مادام ذكرتي، اسمحي لي دكتور، ذكرتي أو أشرت إلى موقع بلومبرغ، طبعا أيضا في تقرير للموقع بعد خطوة خفض الدينار العراقي، التقرير يتحدث طبعا يعني بعض من نقاطه، يقول أنه خفض قيمة العملة العراقية ليس كافيا أبدا لإنقاذ الاقتصاد العراقي المنهار، هذه نقطة، وإنما هذه الخطوة ستخلق أو تضيف مشكلة أخرى إلى المجتمع، وهو التضخم النقدي، بدون إجراءات حقيقية في خفض كبير في قيمة الإنفاق لن يوقف عملية تدهور الاقتصاد في العراق. هذه نقاط مهمة من تقرير بلومبرغ عن بعد خفض قيمة الدينار العراقي، تفضلي. نعم صحيح، يعني أذهب إلى ما ذهب إليه تقرير بلومبرغ، نعم صحيح أنه فيما يخص التضخم، لأنه عادة يعني الوضعية السياسة الاقتصادية والمالية في العراق سواء كانت أطراف داخلية أو أطراف خارجية مشاركة بها هي بالشكل التالي، أنه أنت عندما يكون لديك نمو اقتصادي مرتفع فإن عملية تخفيض العملة أكيد ستؤدي إلى تضخم. هم اعتقدوا أن لأن العراق يعاني الآن هذه السنة من نمو اقتصادي، لا يوجد نمو، يوجد هنالك انكماش أكثر من 12% بدون حساب تخفيض العملة، يعني ممكن أن يزيد هذا الرقم إلى أكثر من ذلك بكثير، وبالتالي اعتقدوا أنه سوف لن يحدث تضخما باعتبار لا وجود للنمو الاقتصادي. في حقيقة الأمر
أن اقتصاداً هشاً كالاقتصاد العراقي هذا بالتأكيد أدى إلى حدوث التضخم حالاً، وبالتالي إحنا نعرف الميكانيكية النمو الاقتصادي وإلى آخره والعوامل المتأثرة بها وكيف تكون في العراق أو في الدول الأخرى كيف تعمل وهي الآن لا تعمل، وأنه مع هذا أحدث التضخم. بالتأكيد تحدث تضخم لأنه إحنا كما نعلم جميعاً انخفضت القوة الشرائية للمواطن العراقي، وبالتالي أصبح ما يستطيع أن يحصل عليه من دخله أقل بكثير مما كان يحصل عليه في الشهر الماضي. هذا كان جزء كبير وواضح جداً بأن التضخم ارتفع، وبالتالي مقابل ذلك سنلاحظ في المستقبل سترتفع واردات السلع الأجنبية التي نعمل على استيرادها من الخارج، وسوف لن يستفيد من ذلك غير إيران التي نستورد منها بشكل كبير حيث سترتفع الأسعار، وبالتالي لدينا في الداخل منتج غير معروف لا ننتج شيئا يعني، ولا بالتالي رجال الأعمال أو المنتجون بشكل عام هم سوف يعني هي بالفكر الاقتصادي وبالسياسات النقدية عادة يصير هناك بعض التهاون بأنه يعمل على تخفيض الكلفة باعتبار هو يستورد من الخارج بكلفة منخفضة، إذا سترتفع الكلف في الداخل، وبالتالي عندك الأجور الحقيقية هي أساسا أصبحت منخفضة، وهذا كل مجتمعا يعني يغلف بالتضخم الاقتصادي. هنا تكون قد أكملت على كل معطيات النظرية الاقتصادية وبالتالي أجهزت على الاقتصاد العراقي. نعم. شكرا دكتور رافع الفلاحي. إذا كانت كل المؤسسات الدولية تتحدث أو تشكك بجدوى هذه الخطوة وانعكاساتها الإيجابية على الاقتصاد وعلى الأزمة الاقتصادية على التخفيف منها أو على إنهائها، هذه يعني وكالة بلومبرغ سنتحدث أيضا عن تقرير لصندوق النقد الدولي يقول أنه صندوق النقد الدولي يقول يتوقع أن يستمر الاحتياط النقدي للعراق في الانخفاض الحاد حتى العام 2020، يعني ليس هناك من نقد، يعني القضية نسير نحو نضوب هذا النقد. ومع ذلك الحكومة مضت باتجاه هذه الخطوة. إذا كانت هذه الخطوة غير ذات جدوى اقتصادية أو مالية، لماذا هذا الإصرار على هذه الخطوة مع سلبياتها على المجتمع؟ تحدث الدكتورة هداب عن تضخم، عن ارتفاع في السلع والخدمات في المرحلة اللاحقة، يعني أضرارها أكثر من نفع هذه الخطوة، لماذا الإصرار عليها إذن؟ أستاذ ماجد، هذا يعيدنا إلى التساؤل ربما. نعم. هل هذا القرار هو قرار اقتصادي أم سياسي؟ إذا كان قرارا اقتصاديا فتطبق عليه هذه الاشتراطات اللي حضرتك أو هذه التخوفات اللي حضرتك وأشرت إليها من منظمات ومؤسسات اقتصادية رصينة تعرف ما يحصل ونبهت عليه وتشكك به وتنبه الآخرين من الخوف فيه. إذا كان القرار اسمعني دكتور، هذا القرار لا فائدة ستعود، لا فائدة سياسية ستعود على الحكومة أو على القوى السياسية ولا فائدة اقتصادية، إذا لماذا التمسك به؟ لا، هناك فائدة لهم، ما هو هذا الأساس؟ أنت لم يعني تركني فقط أكمل الفكرة وستعرف النتيجة. أي تفضل، آسف. هو ليس قرارا اقتصاديا. نعم. يعني هذا بالمجمل، لأنه لا يمكن الاقتصادي عاقل أن يفكر بهذه الطريقة، ولا يمكن أن يطرح ورقة مثل الورقة البيضاء تتحدث عن أوهام وصناعات وزراعة وهو يعرف أساسا أنه هذه المؤسسات أو هذه القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية تحتاج إلى عقود من السنوات، هذا بناءها تراكمي لكي تنتج، دورتها الاقتصادية طويلة وتحتاج إلى سنوات تراكمية وبناء واستثمارات كبيرة لكي تنتج وتعطيك مردودها. وكان العراق 80 سنة يعمل حتى وصل إلى حالة فيها صناعة، فيها زراعة، فيها تجارة، فيها قطاع خاص. هذه قضية وكل العالم، يعني الكاظمي عندما ضرب مثالا بكوريا الجنوبية وسنغافورة وقال اتخذت نفس القرارات ونجحت، هو لم يذكر أن كوريا الجنوبية وسنغافورة لديها صناعة ولديها زراعة وما عدا فساد وما عدا خراب وما عدا ميليشيات وما عدا
ما عندها عقول جامدة وما عندها ارتباطات خارجية وسيادتها كاملة واستقلالها كامل، هذه لا يذكرها. فبالتالي القرار ليس اقتصادي، القرار سياسي، وسأقول لك لماذا. هذه الكتل دكتور السياسية، اسمح لي سنعرف لماذا هو قرار سياسي، لكن بعد هذا الفاصل القصير الذي سنتوقف عنده ونعود لإكمال النقاش معك ومع بقية ضيوف طاولة هذه الليلة. إذن بعد الفاصل نعود لإكمال النقاش، ابقوا معنا. مشاهدينا الكرام، ننوه لحضراتكم أن التردد الجديد لقناة رافدين الفضائية هو 10727، الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايلسات، لذا يرجى من متابعينا الكرام ضبط أجهزة الاستقبال على التردد الجديد. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة التي تبحث في التبعات الاقتصادية والاجتماعية لقرار خفض قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي. ضيوف طاولة رافع الفلاحي، عبد الحميد العاني، هدى بالكوبيسي. دكتور رافع الفلاحي، هو سياسي قبل الفاصل، تفضل كمل، ليش هو سياسي هذا القرار؟ هو القرار سياسي، ولا لو كان بالاتجاه الآخر، يعني هم يقولون، وقالها وزير المالية الحالي علي علاوي، يقول أنه هذا القرار سيفتح المجال استثمارات الأجنبية نحو التصدير، ونحن بلد مستهلك. إذن مثل ما قالت الدكتورة هدى قبل قليل، قالت أنه إيران وغير إيران سيغرقون العراق ببضائع من أسوأ ما يمكن، وعلى السوق العراقي أن يلتهمها، لأن ما في غيرها بضائع، لأن أنت لا عندك صناعة ولا عندك تجارة ولا عندك زراعة، ما عندك منتج، فأنت مستهلك، تضطر أن تتعامل مع هذه السلع. فبالتالي هذه الدول التي تستفيد أولها إيران، وأولها وربما أخيرها إيران. فبالتالي يقول إحنا في ظل سوق، إحنا نحتاج سوق حر ومفتوح، وهذا ما بشر به الكاظمي وبشر به علي علاوي هذا الذي يتحدث. يقول يكفي الحديث عن يعني سياسة اقتصادية اشتراكية أو ماركسية، هكذا يسميها، وماشي. السياسة الاقتصادية الاشتراكية والسياسة الاقتصادية الماركسية سيئة، لكن بماذا جئتم أنتم بالأسوأ؟ الحقيقة خفض أجور القطاع العام، خفض قيمة العملة، هذه كلها ستؤدي بالتأكيد بشكل واضح، لا يحتاج إلى لبس ولا إلى شرح، إلى زيادة اتساع رقعة الفقر والبطالة. هذه هم يعرفونها، يعرفون أن يعني هذه القضية ستؤدي إلى هذه القضية. نعم. إلى هذا القضية، تعيين للناس لا يوجد، هم قالوا في الموازنة في الميزانية الجديدة لا وجود للتعيينات، قفلوا الباب أمام التعيينات، صرف بالقطاع العام ماكو، بناء بالبنى التحتية غير موجود. القرار السياسي، لذلك أنا أقول القرار السياسي، المهم تتوفر لديهم أموال تكفي هذه العصابات، تكفي الأحزاب والميليشيات، وهذه العصابات من أحزاب وميليشيات بالسلطة تعهدت بأن المواطن لا يساوي شيئا، تستطيع أن تقتل المواطن، تذبحه، وفعلت ذلك فعلا. 17 سنة هي تسحق المواطن سحقا. نعم. والدول المجاورة تدعمها في هذا الموضوع. نعم. يعني إيران اللي الآن في أسوأ حالاتها الاقتصادية، عندما ينفتح السوق العراقي بهذه الطريقة وتدفع له حتى المزابل الخاصة بإيران تدفعها إلى السوق العراقي، ما الذي يمنع إيران من أن تدافع وتستمر في الدفاع عن هذا النظام الذي يفيدها؟ فبالتالي هم يعتمدون على قوى خارجية وقوى داخلية ميليشياوية تسحق الشعب، لذلك القرار سياسي. نعم. ليس للشعب أي قيمة لديهم بها، هذا هو هذا القرار. لذلك أنا أقول هو ليس قرارا اقتصاديا، لأنه كان العقل والمنطق لا يمكن بالحسابات، الواحد زائد واحد يساوي اثنين، واضح. سيظهر هذا القرار مو قرار اقتصادي. نعم. دكتور أشكرك دكتور. دكتور عبد الحميد العاني، إذا كان هذا القرار لا جدوى اقتصادية منه وفق التقارير الدولية، بلومبرغ، صندوق النقد الدولي، المختصين، ضيفتنا دكتورة هداب الكوبيسي هنا ويعني آخرون، لا جدوى اقتصادية وهناك غليان شعبي وهناك تظاهرات ضد هذه الطبقة السياسية،
إذن هذه الطبقة هل هو غباء سياسي أن تصنع لها أعداء جدد من جيوش الموظفين الذين ستجرف مقدراتهم وتنتهي رواتبهم، يعني كقيمة ربما الكمية كمها لكن بدون قيمة، ورفع أسعار وإضافة أيضا وقود على هذه النار المشتعلة الشعبية المشتعلة، هل هو الغباء السياسي؟ هل هو العناد؟ هل هو الانتقام؟ يعني نحن ربما في حلقات سابقة تحدثنا عن أوجه أخرى من أوجه الحلول التبقيعية وخداع الشعب العراقي ومثل هذه الخطوات. دائما الشعب العراقي ومصلحة الشعب العراقي هي أبعد ما يكون من تفكير هذه الطبقة، دائما تفكيرها للدرجة الأساس مصلحتها ومصلحتها الآنية الحالية، لأنه حتى على يعني المدى السياسي حتى من الناحية السياسية يفترض بأي حزب سياسي أي طبقة حاكمة تنظر إلى المدى البعيد ما يحقق استمرارها واستمرار ثباتها أو قبولها على الأقل من مدى من أبناء شعبها الذي تحكمه. لكن نحن منذ 2003 هذه الطبقات التي تدور هي في دائرة واحدة، أولا هذه القرارات من جهة هي إبلاءات خارجية، وهذا أيضا ما صرح به وكما ذكر أيضا وفي أكثر من تقارير وعلى لسانهم هم، وهو أوامر النقد الدولي، صندوق النقد الدولي، وأيضا حكومة الاحتلال الإيرانية كذلك. الأمر الآخر الذي هو يسبب هيجان لا يسبب هيجان للشارع العراقي، هم دائما عندهم كأنه دعم أو ضوء أو أوامر كأنه أو تطمينات خارجية من قبل أولا المجتمع الدولي على رأسه أمريكا للأسف بحمايتهم واستمرارهم، لأن هنالك عملية تبادلية خدمية بينهما بين الجهتين. أولا هذه الطبقة الفاسدة التي تقوم بنهب أبناء أموال الشعب العراقي وتدميره وتفكيكه وإلى غير ذلك، هي تحقق إملاءات هذه الدول التي تقوم لديها مشروع كبير سواء احتلال الأمريكي أو الاحتلال الإيراني. ومن جهة أخرى هذه الدول التي ما تقوم بخدمة أو بحماية هذه الطبقة فيستمر فسادهم. لذا أنا أؤيد ما ذكره الدكتور رافع فضل قليل، هي قضية سياسية بالدرجة الأولى وسياسية ليس على المدى البعيد وإنما المدى القريب الذي هو يحافظ على مصالحه، وحتى من ناحية اقتصادية ليس بالمفهوم الاقتصادي وإنما كما قلت أنا قبل قليل ضمان استمرارية نهبهم واستمرار تسلطهم على الاقتصاد على أموال الشعب العراقي. نعم دكتورة هداب، صندوق النقد الدولي أيضا يتوقع استمرار نضوب الاحتياط النقدي للعراق ينخفض في المرحلة القادمة وحتى العام 2024، وأيضا هذا الانخفاض في الاحتياط النقدي سيؤدي إلى المزيد من تعديل العملة، طبعا كما ذكرت قبل قليل إما حكوميا رسميا أو على الأرجح في السوق السوداء، وطبعا هو يتوقع أنه مزيد من الانخفاض. هل تتوقعين أن هذا الانخفاض في قيمة أو حجم الاحتياط النقدي وانخفاض قيمة الدينار العراقي قد يصل بنا إلى أسعار الصرف في التسعينات من القرن الماضي عندما كان هناك حصار دولي أو أمريكي خانق على العراق، ممكن أن نصل إلى هذه المستويات؟ نعم شكرا. ممكن أن نصل إلى تلك المستويات، لأنه بالشكل التالي يعني مثل ما ذكرت حضرتك بإجراءات الصندوق النقد الدولي، يعني هنالك دراسة للصندوق النقد الدولي تشير إلى أنه انخفاض قيمة عملة أي دولة بنسبة 10% لازم تزداد الصادرات بمتوسط 1.5%، وهذا ما أشير إلى في كلامه عقب أيضا على ما ذكره الدكتور رافع على كوريا الجنوبية وسنغافورة. هاتين الدولتين يعني تمتلكان من قاطرة اقتصادية وتنوع إنتاجي، وبالتالي كانت عندما عملت على تخفيض عملتها استطاعت أن تضع لها قدما في الأسواق الدولية، وبالتالي لها تأثير في صنع القرار الاقتصادي سواء يمكن حتى خارجيا كما هو داخليا.
لكن في حقيقة الأمر نحن بالنسبة لنا لا يمكن لنا أن نعمل على زيادة الصادرات كما أشرت في أول بداية حديثي، لأنه كما هو معروف ليس لدينا هيكل صادرات متنوع، وبالتالي هذا كله سيؤثر أيضا كما ذكرت حضرتك على الاحتياطي النقدي الأجنبي. نحن في مشكلة هنا، الاحتياطي النقدي الأجنبي هو في حالة انكماش، وقد تكون حتى الأرقام التي ذكرت أحيانا أو كما ذكرت في الورقة البيضاء وكما ذكرت في بعض المصادر إلى أنها تصل إلى 50 مليار دولار، في حقيقة الأمر قد تكون هي أقل من ذلك بكثير. وبالتالي إحنا في السنوات المقبلة وكما ذكرت حضرتك أستاذ ماجد إلى 2024 سنعاني كثيرا من تقلص في الاحتياطي الأجنبي. نعم. وبالتالي يجب أن نفكر أننا في يعني في هذا بهذا الخصوص لا نتصور أو نتوقع أن أسعار النفط ستزداد بشكل كبير جدا، وبالتالي ممكن أن نحقق هذا الفرق في الانخفاض للاحتياطي الأجنبي. لا، أسعار النفط أيضا ستكون يعني بحدود هذه الأرقام التي إحنا الآن المتعارف عليها، يعني 50 و70 قد تصل، ولكن ليس أكثر من ذلك ولفترة قصيرة جدا. وحتى نلاحظ الآن عندما يرتفع ويصل إلى حدود حوالي 47 أو أكثر أو أقل، لكنها تنخفض في خلال يومين بشكل كبير. إذن أريد بالسوق الدولية وبالنفط بشكل عام أن تكون حدوده في هذه الأرقام البسيطة، وبالتالي حتى ما تم وضعه في الموازنة ل 2021 42 دولار قد يكون هذا أيضا ليس صحيحا. قد يكون ارتفاع هنالك أكثر، ولكن هنالك انخفاضات ستحدث، وبالتالي السوق الدولية غير متوازن. لا. هنالك لأنه لازلنا إحنا في صدد جائحة كورونا ووجود مشكلة صحية اقتصادية كبرى لكل أنحاء العالم، بالتالي العراق بالتأكيد هو جزء من هذه المنظومة الاقتصادية. سوف يكون هذا الواقع كبير جدا، وسيستنفذ عملته الأجنبية واحتياطه، وبالتالي سوف لن يستطيع الخروج من عمق الزجاجة، وهذا وستحقق مشكلة جدا كبيرة إذا لا يتم رسم سياسة اقتصادية صحيحة مبنية على أساس إعادة الإنفاق، وبالتالي وضع خطة سليمة لكل مجريات الأمور الاقتصادية حتى يستطيع العراق أن ينهض من جديد، وإلا الاعتماد على مثل هذه السياسات ما بين تخفيض. ولذلك دكتور أشكرك، ربما واحدة، وهذا السؤال طبعا دكتور رافع الفلاحي، واحدة من الأهداف الموضوعة لتخفيض قيمة العملة المحلية في أي بلد في العالم هو محاولة لتحفيز الإنتاج الداخلي ونمو الاقتصاد الوطني، هذا واحدة من الأهداف، من أهداف خفض القيمة. يعني ما الذي يمنع أن تنجح هذه الخطة في العراق؟ هناك يعني مشكلة اقتصادية، طبعا هذه قضية خفض قيمة العملة أيضا لها فوائد أخرى في تقليل العجز التجاري وأشياء أخرى، منها حفز تحفيز الإنتاج الداخلي ونمو الاقتصاد الوطني. قد تنجح هذه الخطة، ما الذي يمنع لا تنجح؟ أستاذ ماجد، لا تنجح نهائيا، لأنه لا نمتلك الأرضية لنجاحها، لا نمتلك صناعة ولا نمتلك زراعة، هاي كلها انتهت. نحن لو نمتلك صناعة وبضائعنا العراقية هي التي نتعامل بها، على الأقل نسبة كبيرة مما موجود بالسوق هو عراقي، وممكن أن يعني يتم تبادل بالبضائع العراقية مع مناشئ أخرى وتعود إن بعملات صعبة، كان ممكن لو عدنا اكتفاء ذاتي من منتجاتنا الزراعية، كان ممكن لو عدنا تجارة عمليات تجارية جيدة، كان ممكن لو عدنا قطاع خاص ينهض بالمهمات بشكل واضح، لكان ممكن، هذا كله ممكن في الدول. لذلك أنا يعني عندما ضرب مثال بكوريا الجنوبية وسنغافورة كان مثال مضلل وكاذب ومضحك. نعم. لأن هذه الدول تمتلك هذه، عندما تخفض تستطيع أن ومثل ما قال الدكتور هداد تستطيع أن تتجاوز هذه المحنة، لكن إحنا لا نستطيع. 17 سنة أنهوا الصناعة التي كانت في العراق، العراق كان بلد صناعي، يعني حتى بالعودة، وهذا ما له علاقة نظام سابق ونظام حالي، 13 سنة من الحصار على العراق
لكن في نفس الوقت نعم كان الضيق وكان الحياة صعبة، لكن كانت أيضا أكو منتجات عراقية، كانت أكو محاولات للحركة للسوق العراقية. الآن من يحرك السوق العراقية هو الموظف هذه الرواتب. عندما تخفض هذه الرواتب لم تحصل حركة، احنا ذاهبين إلى الكساد، والكساد يعني دمار الاقتصاد. أشكرك دكتور، هذه نقطة مهمة. دكتور أشكرك، بقى دقيقتين خلينا نستثمرها ويا ضيفنا دكتور عبد الحميد العاني. دكتور، لو أن هذه الخطوة فشلت وهناك مؤشرات على الفشل وعدم الجدوى في خفض قيمة الدين العراقي، في إيقاف عجلة التدهور الاقتصادي والمالي، معالجة العجز المالي وما إلى ذلك، ما المتوقع من سيناريو اجتماعيا؟ هذه الخطوة فشلت، فقط لها تداعيات وتبعات سلبية على المجتمع، على الموظفين، على المجتمع عموما، ارتفاع أسعار السلع والخدمات وما إلى ذلك. بالتأكيد يعني هذا المتوقع ولا يهم هذه الطبقة السياسية، لكنه تداعيات ردة فعل المجتمع. دكتور خلينا ابناء الشعب العراقي، أسألك عن ردة فعل المجتمع. هذه الخطوة لم تقدم شيء، فقط آذتهم. عملية سياسية بجملتها وليس على فقط هذه الجزئية أو تلك الجزئية، ستكون ربما هذه الخطوة، تداعيات هذه الخطوة مؤججة للشارع العراقي. نعم. في اتجاهين. الاتجاه الأول هو ابتعاده عن هذه أو رفضه لهذه العملية السياسية بالأساليب الكثيرة، ومنها التي هي الخطوة القادمة، المقاطعة للانتخابات القادمة. هذا سيكون له أثر كبير على هذه، على الانتخابات القادمة بالمقاطعة، كما أنه الرفض الشعبي الذي هو بالتظاهرات وغيرها من أساليب أخرى ستزداد وستتصاعد، لأنه رقعة المتدمرين والمتضررين من أبناء الشعب العراقي ستتسع أفقيا وعموديا، وهذا سيعمق حجم الفجوة بين أبناء الشعب العراقي وبين هذه الطبقة السياسية التي لا تقوم إلا بحماية نفسها وحماية الميليشيات التي تقوم أيضا بحمايتها، حماية هذه الطبقة السياسية على حساب أبناء الشعب العراقي. لذا نحن نتوقع أنه التداعيات خطيرة. أشكرك. اقتصاديا، والتداعيات الاقتصادية سيكون لها تداعيات اجتماعية وسياسية على مستوى البلد ككل. نسأل الله تعالى أن يحفظ البلاد العراق وشعبه ويخلصهم من كل هذه الأزمات، وعلى رأسها الأزمة الأساسية الكبيرة، الأساس كل المشاكل التي هي هذه. أشكرك. العملية السياسية ومن تسلط على رقاب الشعب العراقي. شكرا دكتور عبد الحميد العاني، الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين في العراق، وأيضا شكرا للدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي، وشكرا لضيفتنا من العاصمة الأردنية عمان الدكتورة هدى فالح الكبيسي، الأكاديمية والباحثة في العلاقات الاقتصادية الدولية. كانوا ضيوف حلقة هذه الليلة من طاولة حوار، والتي بحثت في التبعات الاقتصادية والاجتماعية للقرار الحكومي بخفض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار الأمريكي. شكرا للمشاهدين الكرام، وإلى أن نلتقي في الأسبوع القادم في أمان الله.